صوت المستقبل، يلا تفضلوا. عندي حب وهوس بالعطور من الطفولة، وحبيت هذا الحب والهوس أنا أطوره وأسوي له شيء علمي وعمل، ودرست هذا الموضوع والحمد لله والشكر حصلت شهادتين رسمية. شوفوا العطر مرتبط بالذكريات، العطر هو تواصل. ممكن مرات الإنسان على غفلة يشتم فد عطر رأسني ذكره بشخص كلش عزيز عليه. الناس عادة ماخذ فكرة العطور انه هو بس مجرد ريحة طيبة ويبخر، ما يعرف انه العطر هذا من شخص ثاني يشتمه ممكن يأثر عن الطباع الاول بيه او حتى مشاعر اتجاهه. انا عادة بحكم عملي وبحكم شيء درسته اسأل الشخص شنو نوع لبسك، شنو جزء من شخصيتك، على ضوء هاي الامور على ضوء هاي المعطيات انا اختار العطر المناسب. انت لبسك عادة يكون كاجوال او رسمي؟ كاجوال. اوكي، شنو شغل حضرتك؟ تفضل. عطر شبابي، كان بداية الموضوع هو بس بيع، بعدين شفت الموضوع قمت أدرس عليه، اليوتيوب موجود، قمت أبحث عليه أطلع عليه بحوث، اكتشفت أن العطور هي فد عالم كلش كبير ويحتاج إلى تنسيق كلش عالي وذوق كلش عالي. درست هواية، تعبت هواية لحد ما قدرت أسوي لي اسم فني وعندي بيه شهادتين هذا الاسم الفني. الاسم هو ساري أغا، وهسه عندي أحد من عطوري تقريبا عندي بيه 5000 مستخدم وكل الناس تمدح بي وتحبي. استفاديت جدا من شهادتي كمحاسبة. ليش؟ لأنه بعد الدراسة الموضوع طلع حسابات جدا معقدة، وهاي كل هاي الأمور هي تحتاج حسابات دقيقة ونسب دقيقة. وحتى هي العطور بحد ذاتها من تيجي على تصميمها فأنت تصممها من 1180 زيت تقريبا، طبعا هي أكثر بس عادة احنا نقول عليها هي 1180 زيت. هتجربي وتشوفين ثباته وإن شاء الله يعجبك. يعني وكل ريحته طيبة. يعني اللي ساعدني هي 3 نقاط رئيسية. أول نقطة إنه دائما من تفشل لازم ترجع توقف، لا توقع، لأنه النجاح معتمد على الفشل القديم وأنت تتعلم من أخطائك. ثاني نقطة هي دعم الأهل والأصدقاء، وثالث نقطة هي دعم شخص أنا جدا أشكره، كان دعم معنوي جدا عالي لي. بعد ما حصلت على الشهادة قمت ما استعمل أي يعني زيوت المعامل، كلها قمت أستغني عنها، قمت أني أقص الزيوت بنفسي، المواد الأولية بنفسي من معامل فرنسية موثوقة جدا، ولهذا العطور اللي سويتها حققت نجاح حلو. بما أنه أنت لبسك كاجوال فتحتاج عطر أيضا يكون كاجوال. تفضل. أنت جيني زبونة تقول لي أني أريد عطر مبني على زهرة الروز، لا تتخيل هو حيكون فقط زهرة الروز، لا، ده حيكون تقريبا 200 زيت بي. يلا أقدر أنطيك إيحاء إنه أنتي تشتمين زهرة الروز بطريقة طبيعية. كل الصعب إنه أسوي له عطر يكون كلش مناسب للشتاء وكلش مناسب للصيف، بالرغم من وجود عطور هي ترهم أن تكون صيفية وشتوية، بس بصراحة أنا أفضل إنه يكون العطر هو عطر صيفي وعطر شتوي، لأن كنا نعرف العطور الشتوية هي عطور ثقيلة، والعطور الصيفية بسبب الحرارة هي عطور خفيفة وعادة ما تكون حمضيات. عندي هواية أحلام وخطط مستقبلية، أهمها أن أسوي عطر مجموعة عطور لأهم معالم بغداد، أو بالأحرى لأهم معالم العراق. خوش حكي أحلى نحكي.